السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشاط الرياضي. ضمن فريق النادي الأهلي رسميا التأهل إلى منافسات المربع الذهبي لبطولة دوري زين البحرين لكرة السلة، وذلك بعد فوزه على المحرق ب 93 نقطة مقابل 81 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في افتتاح منافسات الجولة السابعة والتي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة في أم الحصن. حاول فريق النبي صالح تأخره بشوط أمام المحرق إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الختامية للقسم الأول لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، فيما حقق النجم فوزه الثالث على التوالي بتغلب على البساتين بثلاثية نظيفة.